أنتقل إلى ضيفي من رام الله مع المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، وها من مدينة قيصري في تركيا مع الكاتب الصحفي الفلسطيني أيمن خالد. سيد عصمت تحية طيبة لك. سيد عصمت، لماذا هذه الضربة الإسرائيلية اليوم على مدرسة للأونروا رغم الحديث عن إمكانية توصل لاتفاق؟ تحياتي لك أخت رولا والمتابعين والضيوف الكرام. يعني فعلا هذا مثلا بديهيا يثار هذا السؤال، اذا كنا في الطريق الى صفقه، او ان هناك صفقه على الطاوله، ونتنياهو وفق الامريكان هو الذي طرحها سواء بتعديلات او لا، ولكن بهذا المعنى لماذا هذه المجازر؟ واضح انه هذا جزء من عمليه الضغط. بالامس قال جالانت ستكون المفاوضات تحت النار، هكذا حرفيا، ولن نفاوض، يعني بمعنى حماس اشترطت أن ينسحبوا من رفح، أن يوقفوا العدوان، قال سنفاوض تحت النار، ونتنياهو قال أنه لن يتوقف القتال ولن ننسحب من غزة حتى لو أنجزت صفقة. واضح أنه هذا ترجمة لهذه التصريحات، أنه تحت النار بالقصف بالضغط بالاستهدافات المباشرة للمدنيين وبهذه الطريقة، وكأنهم لا يبقون خيار أمام حماس، يعني يريدون أن يحول الاتفاق إلى نوع من اتفاق الاستسلام. إذا حماس لا تريد هذا الاتفاق تجد فيه صعوبة في قبوله، وبالتالي كلما ضغطوا أكثر يعتقدون أنهم يجلبون حماس، وخاصة أنه يعني لم يبقى يعني لدى حماس أوراق يمكن أن تضغط بها سوى ورقة الأسرى، وبالتالي يريدون أن يجردوها من هذه الورقة ويخلقوا الواقع الذي وضعوا يعني له تصورات ما قبل بداية هذه الحرب، بمعنى غزة خالية من حماس، خالية من السلاح، من قوة عسكرية منظمة، وغزة مدمرة منهكة. وأيضا جزء من هذه الأهداف هو الانتقام والرغبة في إيقاع العقاب وتدفيع نعم. ثمن. وضحت سيد عصمت، الرجاء أن تبقى معي. أنتقل إلى ضيف في تركيا السيد أيمن خالد. سيد أيمن تحية طيبة. كيف يمكن لأي صفقة أو اتفاق أن تتم كما قال السيد عصمت تحت القصف والضغط والقتال والنار؟ نعم، بداية هذه جريمة لا يمكن تبريرها بالمطلق، هذا عمل إجرامي غير مبرر بالمطلق. واضح تماما نحن الآن نشهد، أو دعوني نتذكر الآن في ظل هذه المجزرة، وأنت تتحدثين عن أي اتفاق، دعونا نتذكر مقتل رابين. واضح تماما أن هناك طرف إسرائيلي لا يريد لهذه الصفقة أن تتم. وطبعا معروف لدينا أيضا لدينا موقف حماس منذ البداية، التي كما سألت السؤال قبل قليل هي فعلا لا ترحم الشعب الفلسطيني. هذه معادلة حساسة اليوم، المعادلة نحن بين طرف الشعب الفلسطيني بين طرفين لا يريدان الوصول إلى أي عملية سياسية مطلقا، لا إلى هدنة ولا إلى صفقة ولا إلى أي معادلة. طرفان يديران مشروع، والضحيه هو الشعب الفلسطيني في غزه. ما الذي تبقى من غزه؟ لم يبقى شيء. ما الذي ينتظر الفلسطينيون خلال ماذا ينتظر الفلسطينيون خلال الايام القادمه؟ لا ينتظرون سوى مزيد من الكوارث. ما الذي يحدث الان في على المستوى الدولي؟ مجرد محاولات، مجرد مشاريع، مجرد قضايا نظريه لا تصل في النهايه الى اي حل عملي، او الى لا تصل الى اي الى حد ادنى من رسم مخطط، او بمعنى بالامس كان لدينا المشروع الامريكي، اين هو الان؟ لا يوجد شيء ميداني على الارض، كل ما نسمعه فقط منذ سبعه اشهر نحن فقط نسمع خطاب اعلامي، حديث اعلامي، تصورات اعلاميه، ولكنها على الارض تقف هذه العثرة، تبقى هناك العثرة ولا يحدث أي حل. والسؤال يبقى هو إلى أين تتجه الأمور؟ نعم. سيد عصمت، سأعود إليك بسؤال. ليس هناك ما يبرر هذه المجزرة كما وصفت أنت وضيفنا من تركيا، ولكن هل تضمن بأنه، أو بالأحرى إسرائيل دائما تضع حجة بأن هناك عناصر من حماس بين هؤلاء المدنيين، هل تضمن بأن ليس هناك عناصر من حماس مختبئين بين هؤلاء المدنيين؟ يعني لا أحد يمكن أن يضمن شيء، بمعنى حماس المقاومين تحت الأرض أو مختفين، يعني لا يأتون بين الناس، خاصة
أنه اليوم القطاع شبه محتل وكان ولكن ضيفكم إسرائيل قبل أعلنت قليل. عن قتل عدد من عناصر حماس بغارات على الأرض وراح ضحيتها مدنيين. صحيح، يعني صحيح، ربما تعلن إسرائيل وبكل تأكيد هناك قتال وتصل أحيانا للبعض، لكن يعني الذي ذكر من أنه يعني الأخ نضال قبل قليل في هذه التغطية أن هذه المنطقة فيها 1,000,000 إنسان، والآن المدارس تقريبا هي وبعض المستشفيات هي الملاذ الوحيد للناس والخيام طبعا، وبالتالي ربما تكون عائلة أو شخص أو جهة ما من حماس، أو لنفترض أنه كان هناك شخص من حماس، هذا لا يبرر أن تقصف أنت المدنيين بأسلحة من هذا النوع وبغارات متكررة وتوقع هذا العدد الكبير من الشهداء والضحايا. هذا أمر لا يمكن تبريره. عندما حدث هذا الأمر في رفح مثلا وقيل أنهم استهدفوا فعلا يعني أشخاص، قال الاحتلال أنهم يديرون عمليات في الضفة، هم من المبعدين الأسرى الذين أبعدوا من الضفة إلى غزة ولهم صلات هنا اجتماعية وعائلية، ومن خلالها أقاموا شبكات وخلايا تعمل من وتوجه من غزة، تعمل في الضفة بتوجيه من غزة، قالوا أن هؤلاء الأشخاص هم يقودون هذه الخلايا. عندها أيضا برروا أنه لم نقصد أن نقتل هذا العدد، ويبدو أنه شرارة أو شظية جاءت في خزان وقود وانفجر واشتعل وإلى آخره، وبدأوا يظهرون يعني كنوع من التبرير، وهذا التبرير قال وكأنهم أنه لو كنا نعلم لما فعلنا بهذا، والقنبلة التي ألقيناها وزنها 17 كيلو أو بهذا هذه طبعا. الحدث والآن ليس الآن. هناك مبرر، ما المبرر الذي هنا سيقدمه الآن داخل مدرسة؟ وأصلا أنت إذا ضربت حجر في منطقة مكتظة بهذا الشكل ستوقع ضحايا. بالفعل سأنتقل إلى ضيفي من تركيا. كما سمعت قبل قليل سيد عصمت تحدث عن أن إسرائيل مصرة على القضاء على حماس على ما يبدو، هل فيما تقوم به الآن إسرائيل وهذا القصف واستهداف المدنيين هي ستقضي به على حماس، أم أنها ستكمل بالعمل العسكري وبعدها ستعمل كما يتحدث بعض الأوساط الإسرائيلية على القضاء على فكر وأيديولوجية حماس؟ المشروع الإسرائيلي تجاه حماس منذ البداية واضح بالنسبة لنا، وهو تقسيم غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي. تريد إسرائيل، تحدثت في أكثر من مرة بأنها هناك قسم معين لن يكون موجود فيه أنصار حماس وهو القسم الشمالي، بمعنى القسم الجنوبي سيكون أشبه وبمعنى أنه بعد قطع غزة، طبعا هي من البداية عملت على فصل غزة، ومن البداية كانت تطلب من أهل الشمال التوجه للجنوب، تريد أن يكون مناطق شمال غزة خالية من عناصر حماس أو أنصار حركة حماس. مسألة خروج حماس هذه مسألة وقت، يعني هم أنصار يعرفون هذا حركة حماس، ما معظم البيوت الفلسطينية فيها عناصر من حماس. هذه وجهة نظر، لكن هو على أرض الواقع هل أن هناك 2 مليون فلسطيني ينتمون إلى حماس؟ الواقع يقول لا، هناك نحن أمور نعرفها جيدا في داخل غزة، يعني أمور هذه معروفة، حماس عندما دخلت إلى غزة دخلتها بالقوة، هناك قوة، هناك مجتمع مدني كامل مسحوق في غزة، منذ أيام كان هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والتجار يقومون بعمل مبادرة من أجل حل إنساني في غزة، دخلت حماس وأسقطت الناس بالقوة، وهذا الكلام غير معروف أو غير منشور، أنا أتحدث عنه الآن. قوة اقتصادية مهمة، اقتصاديين ورجال فكر ومثقفين حاولوا عمل منظومة فكرية، حاولوا إصدار بيان ولكن منعوا، والآن طبعا الغالبية منهم يحاولون من خارج، البعض منهم من خارج غزة يحاولون أن يقوموا بعمل ما من أجل أن يقولوا بأنه صوت غزة ليس صوت حماس. هذه نقطة جوهرية، لا يعني الكلام أو أن ولكن سيدي هناك أيضا ما يتم تداوله إعلاميا وغيره بأن حماس تخسر عناصر بالفعل بالقصف الإسرائيلي، ولكن هناك شباب ينضمون أيضا إلى حماس. هذا كلام نظري على أرض الواقع، هذا مجرد كلام نظري. أولا هذه مسائل على الأرض، حماس تخسر طبعا، حماس لو كانت معنية بالمدنيين لأنشأت فقط خلال 17 سنة ملجأ واحد، هي لم تنشئ ملجأ واحد. يعني أنت تنفي بأن هناك شبان ينضمون حاليا
إلى حماس في ظل هذا الوضع والحرب؟ على العكس تماما، ما يحدث في غزة نحن شاهدنا الفيديوهات التي وصلنا والتي بعضها نشر على العربية، شيء فظيع ما يحدث هناك، عمليات قهر غير طبيعية للناس. لا نستطيع الآن، يعني الآن عندما يقوم شخص بإبداء رأيه في غزة يعدم. هناك فيديوهات وصلتكم وموجودة ومنتشرة على الإنترنت، بتر أقدام، إطلاق نار، ضرب في مع في 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 قضبان حد من الفولاذ، يعني شيء فظيع ما يحدث في غزة. لا يمكن في ظل هذا المشهد أن نقول، نحن نحكم ونقول أن الناس الموجودين في غزة يؤيدون حماس. دعينا نذهب إلى المعادلة اليوم، هي كيف نوقف الحرب، هذه النقطة الجوهرية. لا يمكن أن نقول أن هناك أنصار حماس يزدادون في ظل هذه المأساة. هناك حالة رعب، رعب غير طبيعي. المطلوب الآن هو كيف نصل إلى نتيجة نوقف في هذا الحرب. نعم، هذا السؤال سأنقله إلى ضيفي نظير مجلي. سيد نظير، تحية طيبة، بالتأكيد أنت كنت تستمع إلى الحوار الجاري. بداية، هل سيكون بالإمكان إيقاف هذه الحرب في ظل هذه المجازر التي تجري؟ يعني مرحبا بك عزيزتي وبضيفك وبالأخوة المستمعين والمستمعات. بالتأكيد في نهاية المطاف هذه الحرب يجب أن تتوقف وستتوقف، والشعور هو أنها لم تعد مجدية، وأن ليس لها أهداف سياسية واضحة أو استراتيجية واضحة من الممكن تحقيقها إن كانت واضحة، يعني غير واقعية. وهذا أمر يتداوله الإسرائيليون أيضا. اليوم يوجد اتجاه عند الأمريكيين كما يبدو أنه جاد من أجل وقف هذه الحرب، وتوجد عراقيل أمامه. ولكن قبل ما تكمل سيد نظير، لماذا إسرائيل تنفذ هكذا غارة وتقتل هذا العدد من المدنيين في ظل هذا الدفع الدولي كله لحصول صفقة؟ أعتقد أن القيادة الإسرائيلية التي تقوم بمثل هذه العمليات ليس بالضرورة تقرر أن تضرب بهذا المكان بالذات، لأنه مدرسة ولأنه يأوي لاجئين، مع أن هذه العمليات تكررت عدة مرات، ويعتبرها الفلسطيني المقهور والضحية لها بأنها متعمدة، ولذلك تسمى إبادة شعب. ولكن حتى لو لم تكن مقصودة كل هذه العمليات من جهة الجيش، أعتقد أنها نوع من الفوضى التي يعيشها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والذي يدل على أن في بعض الأحيان اليد اليمنى لا تعرف ماذا تفعل اليد اليسرى. وهذا في أحسن الحالات، ربما يكون هنالك أيضا ضباط من الناس الذين لديهم موقف بضرورة إبادة الفلسطينيين، ويوجد ضباط. ولكن هذا جيش ليس ميليشيات كل ضابط يعمل على هواه، أليس هناك محاسبة؟ وهناك أيضا محاسبة دولية بدأت تقترب منهم. نعم، وخصوصا في الآونة الأخيرة بدأت إسرائيل تستخدم هذا الأسلوب في أن تحقق أو تعلن أنها تحقق وتحاول أن تصل إلى استنتاجات، وفيها وهنالك عدة مواضيع للتحقيق. ولكن هذا يعني لا يمنع وجود، باعتراف إسرائيلي طبعا، وجود عدد من الضباط الذين يأخذون على عاتقهم القيام بعمليات انتقامية حاقدة، خصوصا بعد تنفيذ عمليات من حماس يردون عليها بانتقام هستيري، وبهذه الطريقة يقتلون مدنيين. بالتأكيد يعني نتحدث عن 36 ألف فلسطيني قتلوا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإسرائيل تعرف هذه الحقيقة وتواصل العمليات على الرغم من أنها تعرف هذه الحقيقة. وهذا الأمر بالطبع يعني مع استمرار هذه العمليات واستمرار الحرب من دون وضوح متى ستتوقف، يوجد تلبكات ويوجد أخطاء، ويوجد بعض الأخطاء المقصودة ويوجد أخطاء غير مقصودة، والضحية دائما فيها المدنيون. نعم، الآن أعود إلى ضيفي عصمت منصور. سيد عصمت، هل بالفعل كما قال السيد نظير هناك أخطاء مقصودة وأخطاء غير مقصودة؟ واضح انه يعني هذه الحرب كشفت ان هناك، نعم يعني يوجد اخطاء مقصوده، بمعنى عندما كصف المطبخ العالمي واثار ضجه عالميه، لانه يعني من قتلوهم من الاجانب ومن الاشخاص الذين المتطوعين الذين يقدمون خدمات
للجوع في قطاع غزة. التحقيقات كادت وهي تحقيقات إسرائيلية ومنشورة يعني وقامت بها الجيش أن هناك ضباط أمروا باستهداف السيارة دون يعني إذن ودون أن يعودوا إلى مرجعياتهم، وهذا كشف أنه الخلل بنيوي وأنه في قطاع غزة أثناء الحرب كان هناك ضباط أعطيوا صلاحيات وجزء أخذوا هذه الصلاحيات أن يعطوا إذن بالقصف ويستهدفوا أهداف ويأمروا حتى تفجير أحد الجامعات تم تفجيرها وتصويرها، أيضا تبين أن الضابط دون إذن أخذ هذا الأمر. لذلك هذا وارد أن يكون خطأ، ولكن أيضا الأرجح هو أنه هذا السلوك هو قائم على فلسفة الهجوم الإسرائيلي على غزة، إنه حماس تحت الأرض ومختفية، ليست يعني هي جيش نظامي، والضغط عليها هو من خلال المدنيين. يعني هذا هو الأسلوب الذي انتهجت إسرائيل، وهذا يفسر هذا العدد الكبير من الشهداء من أوساط المدنيين. ولذلك نحن نقول إنه هو الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية هذا الأمر. لكن حتى الآن كل هذا العدد لم يضغط على حماس. هو ضغط على حماس، دعينا نقول ضغط على حماس كما ضغط على كل المجتمع الفلسطيني، كما ضغط على كل العالم الذي نعم يريد وقف نعم هذا الحرب. الكل يريد وقف هذا الحرب، ولكن المشكلة أن نتنياهو يماطل في هذا الأمر وعمليا يتهرب من اتخاذ قرار جدي، وهو بإمكانه أن ينهي الحرب، لكن هو يصر حتى بعد الصفقة أن يستمر في هذه الحرب، علما أن الصفقة وهذا موضوع ربما لا يمجال الحديث عن تفاصيل حوله أو نقاشه الآن، لكن هو أي صيغة حتى لو لم تذكر كلمة إنهاء الحرب تحدث فيها صفقة ستنهي الحرب. المسألة لم تعد مسألة يعني الحرب تستمر أم لا. نعم نعم مضحك سيد عصمت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. الآن أعود إلى ضيفي من مدينة قيصري في تركيا، هل هذه الصفقة ستنهي الحرب أم أنها ستكون هدنة كما طرح أو سرب عن نتنياهو فقط لمدة 6 أسابيع؟ هو يبدو نحن منذ البداية أمام معادلة صفقة هدنة، صفقة هدنة، واضح تماما أن الملف طويل. موضوع غزة لم ينضج سياسيا بالنسبة لنتنياهو، وبالتالي أنا أعتقد أن الموضوع طويل، وحتى ربما تساهم هذه المجزرة ربما تساهم حاليا في صفقة مؤقتة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون نهاية للحرب. لكن هذه ليست أول مجزرة تقع منذ بداية الحرب. نعم نعم، لأن هناك الآن موقف حساس، الأمريكان لديهم مشكلة، لم يعد هناك وقت، وهذه مسألة تتعلق في الانتخابات الأمريكية، الأمريكان ليس لديهم وقت، يريدون إغلاق هذا الملف بأسرع من ما يمكن. ولكن واضح بأن نتنياهو عندما قال بأن الحرب سوف تستمر 7 أشهر، واضح بأنه يشير إلى، هو قال بوضوح 7 أشهر، يعني إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، إلى ما بعد تسلم الرئيس الأمريكي الجديد. هناك الآن جدل أمريكي إسرائيلي، هناك محاولة أمريكية لإعادة استيعاب نتنياهو للتوافق معه على شيء ما، خصوصا بعد مقتل رئيسي، نحن نعرف أن أسهم نتنياهو ارتفعت، وهناك أيضا محاولة ابتزاز يقوم بها نتنياهو للإدارة الأمريكية. هذا هو الوقت، ما الذي ستعطيه الإدارة الأمريكية لنتنياهو في مقابل أن تتم هدنة غزة؟ نتنياهو يعرف أن الأمريكان يريدون إيقاف الحرب، وبالتالي هناك عمليا هناك أشياء تتعلق في البنية الداخلية الإسرائيلية يريدون. نعم هذا سؤال مهم سأنتقل به إلى السيد نظير مجلي من الناصرة، ما الذي ممكن أن يقبل به نتنياهو أو يأخذه من الأمريكيين أو يقدمه له الأمريكيون ليوقف هذه الحرب حاليا؟ أولا هنالك اتفاق بين نتنياهو والأمريكيين حول هذه الصفقة، وعمليا يوجد يعني الثمن أصبح معروفا بشكل أو بآخر، الدعم السياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والرئيس بايدن غير مسبوق لإسرائيل، مع أن الأمور يعني بدأت تلتهب، وها هي الولايات المتحدة تطلب وقف النار ولكنها لا تستخدم الفيتو عندما تستخدم الفيتو عندما يأتي مشروع إلى مجلس الأمن يطالب بوقف النار. فأكبر من هذا الدعم السياسي لا يوجد، وطبعا هناك الدعم العسكري الهائل
وهنالك الدعم المالي. الولايات المتحدة تغطي قسما كبيرا من نفقات هذه الحرب، وتغطي إسرائيل في قضائيا في موقفها من المحاكم الدولية. يعني إسرائيل اليوم في وضع عزلة دولية شديدة، ضغوط دولية شديدة، والولايات المتحدة تقف إلى جانبها، وحتى عندما تختلف معها تمارس ضغطا ناعما عليها ولا تضايقها، وهذا بحد ذاته مكسب كبير لنتنياهو. اليوم توصلوا إلى قناعة أيضا نتنياهو بأنه لا يستطيع أن يتقرب أكثر، يجب أن يذهب إلى صفقة، ولذلك وافق على الصفقة، ولديه يمين متطرف يرفض هذه الصفقة، يحاول أن يسيره بمختلف التصريحات والتعهدات والالتزامات. لكن الإدارة الأمريكية تقول إن هذه الصفقة ستنفذ.